السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذه القناه، ما تنساوش تشتركوا معنا في القناه بالضغط على الزر الاسود اللي كاين اسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابه والقفطان المغربي. يعني هاد الموديلات اللي كنقدموا لكم هادو راه كنخدموهم في المحل. بحال مثلا اللي عجبك شي موديل من هاد الموديلات هادو، غتسكريني الموديل وصيفط لينا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بثوب وخياطه. المحل عندنا راه كاين في مدينه سيدي بنور. بالنسبه للارسال، الارسال راه كنرسلو لجميع المدن المغربيه، فين ما كنتي في المغرب، من طنجه حتى الكويره، يعني راه كنرسلو لك السلعه كتوصلك حتى للدار. وبالنسبه للناس اللي خارج المغرب، يعني راه كنرسلو لكم كذلك حتى للدار، يعني راه كاين الارسال في جميع انحاء العالم. اللي بغى يتواصل معنا راه كاين جوج ارقام ديال الهاتف ديال عبد السلام وديال رشيد، يعني تواصلوا معنا في هذوك الارقام في الواتساب، وغادي ان شاء الله اللي بغيتي شي حاجه راه غادي نتفاهموا في الواتساب. غادي ندوزوا دابا الموديلات. عندنا هذه جلابه، هذه مخدومه بالثوب ديال المليفه. المليفه هذه المليفه هذه اكسترا سبيسيال، يعني كاليتي مزيانه ديال هذه المليفه هذه، وحتى الطرزه كتجي راقيه في هاد الثوب ديال المليفه، وكتجي حتى في الثوب ديال الكريب، يعني في الكاليتي ديال الثوب راه كنديروا احسن ما كاين في المليفه، وحتى في الكريب انا راه كنديروا كاليتي مزيان. الا عجبك هاد الموديل هذا وبغيتي ديري بحالو، غادي تسكريني هاد الجلابه هذه وغتصيفط لنا في الواتساب، ونقول لك ان شاء الله الثمن ديالها بشحال كتطلع بثوب وخياطه. لارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى للدار. هذه راه الثوب ديال المليفه، المليفه الاكسترا سبيسيال هي اللي كنخدموا بها، ومتوفره عندنا. يعني الايطاي اللي بغيتي راه كنديروه، الكريب كذلك حتى هو راه كنديروه، عندنا جميع الالوان ديال الكريب كما كتشوفوا الخدمه ديالها. هذه راه مخدومه بالماكينه، وهاد الرشمات هادو او هاد الرباطات كنديروهم بالليد، كيتخدموا بالليد. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في الواتساب، جروبات الواتساب او الاصدقاء ديالكم في الواتساب، في الفيسبوك، الجروبات ديال الفيسبوك، كتشجيع لنا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد. غادي ندوزو الموديل واحد اخر. عندنا هذه جلابه، هذه حتى هي بالثوب ديال الكريب. هذه الجلابه هذه ديال واحد متتبعه من ايطاليا، الاخت تونسيه، تحيه بالمناسبه الاخوان ديالنا التوانسه فين ما كانوا، وكذلك ما نساوش الاخوان ديالنا الجزائريين تما في المكان، تحياتي لكم جميعا، وكاع الناس اللي كيشاهدونا يعني بمختلف الجنسيات. كاين الناس كيتواصلوا معنا من ليبيا، تحيه الناس ديال ليبيا، كيتواصلوا معنا كذلك من مصر، في الدول الخليج كاين عندنا السعوديه، الامارات، قطر، يعني هاد الناس كلهم كيتواصلوا معنا، وحتى من اليمن، يعني كاينين اخوان في اليمن يعني اللي تواصلوا معنا وبغاو يخدموا مثلا عندنا واحد الكوموند، ولكن الاشكال اللي لقيناه هو الارسال ما كاينش. يعني هاد الشركه اللي كنتعاملوا معها يعني ما كديرش اليمن، يعني بهذه المناسبه كنبغي نعتذر للكليان ديالنا اللي كاينين في اليمن، يعني مناسبة أخرى إن شاء الله، شوفوا إذا كانت هذه الإمكانية هذه من بعد، يعني ملي غادي توفر إن شاء الله هذه الإمكانية ديال الإرسال، راه غادي نتواصلوا مع الناس كاع اللي تواصلوا معنا من اليمن، كما كتشوفوا هذه الجلابة هذه كما قلنا ديال واحد الأخت تونسية في إيطاليا، تحية للناس التوانسة اللي في إيطاليا والمغاربة فين ما كانوا، الحمد لله كاع خوت.
كيف التوانسة، كيف الجزائريين، كيف المغاربة، كيف المصريين، كيف دول الخليج. نحن إخوة إن شاء الله. كما تشوفوا الخدمة ديالها جات راقية ورائعة. هذه مخدومة بالتوب ديال الكريب ومطروزة بالطرز الرباطي بالصم، دخلنا معها الصم في البرونز هذا، وفيها هاد الشبيكات هادو مخدومين بالليد. توب كاليتي، كاليتي ديال كاليتي مزيانة ديال هاد التوب. كريب دوس وحرير، يعني كما تشوفوا التوب ديالها راه رطب وطايح مطلوق، كتجي راقية في اللبسة ديالها، يعني التوب ديالها راه حرير رطبة، يعني الجودة في كاليتي ديال التوب. يعني التواب اللي كنخدموا بهم من المليفه للكريب كنديروا كاليتي مزيانه، اللي ما كتحشمناش مع الكليان. غادي ندوزو لموديل واحد اخر. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وغتصيفط لنا في واتساب، وغنقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيتوب وخياطه. عندنا هذه حتى هي جلابه بالتوب ديال الكريب، هذه مخدومه بالليد بالبرشمان، الخدمة ديال الليد ديال البرشمان، التوب راه ديال الكريب، كريب دوس وحرير. كما كتشوفوا التوب ديالها راه مطلوق ورطب وطيح. الى عجبك هذا الموديل حتى هو غادي تسكرينيه وصيفط لنا في واتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بيه توب وخياطة. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب. يعني هذا البرشمان هذا راه معروفة به منطقة ديال دكالة، يعني دكالة عاصمة البرشمان، خدمة ديال الليد، يعني معروفين في هاد المنطقه اللي حنا فيها كتخدم هاد الخدمه ديال البرشمان. يعني راه كما كتشوفوا الخدمه ديالها متقونه، خدمه ديال الليد برشمان، خدمه متقونه. الى عجبك هاد الموديل هذا غتسكرينيه وغتصيفط لنا في واتساب، وغنقول لك الثمن ديالها بشحال كتطلع بتوب وخياطه. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب. اللي بغى يتواصل معنا راه كاين الارقام ديال الواتساب. كاين بعض الاخوان كيرسلوا مثلا ميساج، ومثلا كتصيفط غير ميساج ما كنجاوبوهاش، حيت كيكون شويه الضغط على شي مرات كيكونوا ميساجات كثار ما يمكنش تجاوب كلشي. مثلا صيفطتي شي ميساج غادي تعيط لنا في الواتساب، قلنا راه صيفط لكم واحد الميساج، يعني دخل شوف فيه، هو ديك الساعه راه غادي يدخل يشوفو. اما انا ولا عبد السلام راه غادي يقول لك هذيك الساعه الثمن ديالو، غيتفاهم معك المسائل كامله. غندوزو لموديل واحد اخر. كاين عندنا هذه جلابه، هذه حتى هي مخدومه بالتوب ديال الكريب، مخدومه بزواق المعلم بالماكينه. كما كتشوف الخدمه ديالها حتى هي جات راقيه ورائعه، يعني الخدمه ديالها راه متقونه، واخا كتبان لك خدمه ديال الماكينه الخدمه ديالو راه متقونه، يعني بحال مخدومه بالليد. كما كتشوفوا بالتوب ديال الكريب، هذا الكريب هذا كيكون في الكوبو، يعني كيكون مقطع ما كيتباعش للمترو. كما كتشوفوا الخدمه ديالها راه راقيه ورائعه ديال هذه الخدمه بزواق المعلم بالماكينه. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وصيفط لنا في واتساب، نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالتوب وخياطه. التوصيل كما قلنا راه داخل وخارج المغرب. يعني كاين عند الدرنا الفتيحات كيجيو فيها الفتاحي، الفتاحي حتى هما فيهم زواق المعلم. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني غتبارطاجيوه في الواتساب مع الاصدقاء ديالكم، وغتبارطاجيوه كذلك في الفيسبوك باش تعمل فائده على الجميع. كما كتشوفوا التوب ديال الكريب، كريب ريد مخطط، درنا ليه زواق المعلم، يعني خدمه ديالو جات راقيه. ندوز الموديل واحد اخر. عندنا هذه جلابه، هذه التوب ديال كاشمير المليفه كاشمير. كما كتشوفوا راه هذا التوب هذا كيبانوا فيه واحد الكاروات، هو راه اللون في اللون لون واحد، ولكن كيبانوا فيه واحد الكاروات، ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا. هذا باقي جديد، التوب ديالو راه رطب وسخون ديال البرد، خدمناه بالليد بالبرشمان، الخدمه ديالو جات راقيه، درنا ليه الفتيحات في الجناب، خدمه ديال الليد ديال البرشمان، الخدمه ديالو جات راقيه. التوب راه خفيف وسخون، يعني هذا ماشي داك التوب اللي كيكون غليظ،
كيجي شويه واقف في اللبسه ديالو، كيجي مقنفر او كيجي غليظ، هذا راه الثوب ديالو رطب، الثوب ديالو خفيف ورطب وطايح وكيجي سخون في نفس الوقت، سخون وحتى يعني النظره ديال الثوب كتبان زوينه مع هذوك الكاروات اللي كيبانوا في الثوب. يعني هذه راه كما قلنا باقي جديد. الى عجبك ثاني هذا الموديل هذا وبغيتي ديري فحالو، غتسكريني هذه الجلابه هذه وغتصيفطنا في واتساب، وان شاء الله راه نقول لك الثمن ديالها بشحال كتطلع به الثوب وخياطه لارسال داخل وخارج المغرب فيما كنتي كتوصل لك حتى للدار. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش غديروا لكتب باقي ما تغطوش على زر الاعجاب، غتضغطوا على زر الاعجاب، وما تنساوش كذلك تخليوا لنا تعليق. وبالنسبه للناس ما تنساوش كذلك تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الواتساب وفي الفيسبوك. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.